رحلتي من بئر مقرين إلى طنجة، وهي سيرة ذاتية طبعا تغطي مراحل من السينات إلى حدود النصف الثاني من العقد الثاني من القرن 21، تنصب أساسا على تجربة لشاب صحراوي ولد بمنطقة قد الزمور وانتقل في عدة مناطق وعدة مدن، وانتهى به المطاف إلى الالتحاق بمهنة القضاء انطلاقا من سنة 1987، وكانت البداية بمدينة الداخلة نائبا لوكيل الملك، وكانت النهاية نائبا وكيل عام للملك لدى محكمة سيناء بالحسيمة. خلال التجربة كانت هناك عدة تجارب وعدة وقائع معينة، ربما في اعتقادي أنها قد تكون البعض منها مفيدا للمتلقي، سواء كان متلقي قارئ أو متلقي مشاهد أو مستمع. فالعبرة هنا بأنها قد تكون مفيدة في أي جانب من جوانبها. العنوان مستوحى من السفر صغيرا جدا في 13 سنة من قرية تدعى بئر المقرين، والانتهاء بالعمل القضائي لعشرين سنة في مدينة طنجة. فكانت الرمزية هي أنه الرحلة رحلة حياة، رحلة مسار من بئر مقرين في الستينات إلى طنجة في التسعينات وإلى حدود الآن.